مرحبا بكم البنات في الشان بتاعي. اليوم مش نعمل لكم الكريم شوكولا هذية، كريم شوكولا هذية باش نعمل بها ان الحشوة متاع الجينواز في الجاتو. عندي لنا كريم مونتير، الماتير الجريس متاعها 35، ما اقلش من 35. عندي مغرفة زبدة لهنا، وعندي لنا شوكولاتة، لكم الاختيار في الشوكولا. انا خديت شوكولا نوار، وانتم تتحكموا في الشوكولاتة قديش تحبوا الكونتيتي، لكم الاختيار. توا باش نمشيو نتعدوا مع بعضنا نعملوا الكريمه نتاعنا. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. رجعت لكم البنات، هذه الكريمه نتاعي اغليت، باش نجي نحطوها هنا. سهله برشا، ونحطوا عليها الشوكولا. انا استعملت 200 غرام شوكولاته نوار، ونحلها في الكريمه ذيكا. لازمكم تحلوا الشوكولاته بالكدا. طيب باش نحط اكل مغرفه نتاع الزبده، نكملوا نحلو بعديك. باش نغطيها ببلاستيك غذائي ونحطها تبرد بالكدا الغدوه، باش هكا نضربها شويه بالروبو، وبعديك نخدم بها الجنواز نتاعي. هنا كملت البنات، حليت الزبده، لازمكم تحلوا الشوكولاته والزبده بالكدا. هكا نكون كملتها، باش نغطيها ببلاستيك غذائي. شوفوا كيفاه، ونحطها تبرد بالكدا بالكدا باش نجم نخدم بها. راهي اذا تكون مش بارده راه ما تنجموش تخدموا بها الكريمه ذي، سهله وبنينه في نفس الوقت. باش نمشي نحطها في الفريج تبرد ليله كامله باش نجم نخدم بها. توا نخليكم نرجعوا مع بعضنا باش نكملوا بقيه المراحل نتاع الجاتو نتاعنا. رجعتكم البنات، هذه الكريم ديجا بيتها ليله كامله ديجا في الفريجيدير، اغسلوا لها كيفاه. توا باش نحطها في الروبو نضربها شويه ونرجع لكم في الاثناء. شوفوا كيفاه ولت كريم بنينه بالكدا. توا باش نحطها على جنب لهنا. عندي سيروم، حطيت كيس وشطر ماء عليهم، كيس وشطر سكر، هذا يعني السكر راهو طبيعي الاسمر، وحطيت عليهم سكر فاني، وحطيت عليهم شويه غوم دو نتاع فاني. دونك تويكا نمشي لهنا. عندي المول هذا اللي طيبت فيه الجينواز نتاعنا. هنا عندي الجينواز ديجا قصيتها على ثلاثة. باش نبدو نحطو ونزينو مع بعضنا تويكا، خاطر باش نزيد نبيتها ليلة أخرى في الفريجيدان. توا نبدو على بركة الله، نجيبو الطرونش الأولى نحطوها هنا، نحطوها لوطة بالطبيعة من سيروم، ما نكثروش. نجيبو الكريمة نتاعنا، هذه الطبقة الأولى. نجيبو الطبقة الثانية، تويكا هاك متراو نزلنا عليها بالكدا، حطينا الكريم نتاعنا. باش نعاود نلفت عليها هاكا بالبلاستيك ونعاود نرجعها للفريجيدير ليله كامله اخرى، بين
يتجانس الخليط مع بعضه هكايا اللي هو الكريم والجينواز، وبعد نرجع باش نكمل نزينها معاكم. تو باش نمشي نبيتها ليله كامله ونرجع من بعد نزينوها مع بعضنا هكا بالمرحله بالمرحله. رجعت لكم البنات، هذيا ديجا بيتها ليله كامله. تو باش نبدا نخدموا فيها مع بعضنا. عندي كريم شانتيي هنا نخدم بها، عندي لنا كريم شانتيي باش نغلف الكيك نتاعي، باش نغلفو بالكريم شانتيي. طويك انا قديتها بالكريم شانتيي باش نحطها في الفريجيدير مره اخرى نصيف ساعه، ومن بعد نرجعوا باش نكملوا تزيينها، خاطر انا عملتها لعيد ميلاد ولدي دونك باش نرجعوا نزينوها مع بعضنا. خلوها توا تبرد مده نصيف ساعه ومن بعد نرجعوا مع بعضنا. رجعت لكم البنات، عدت عليها نص ساعه ديجا في الفريجيدير. لهنا كان عندي كريم شانتيي، عملت معناتها الوان، عملت روج، راني عملتهم لي جيل معناتها لي كولور لي جيل. عندي لي كولور لهنا كاين اكل يبدو ليكيد ما يجيش، خاطر من بعد كي تتحلل لكم الكريم نتاعكم. عملت بلون، خليت اللون الابيض، وعملت بلو والروج. دونك نبدو على بركه الله باش نبدو نزينو. بالطبيعه لنا عندي شوكولا زاده باش نبدا نزين بها. نبدو على بركه الله، انا باش نزينها على طريقتي، كل واحد يزين على طريقته. انا باش نجي لهنا باش نعمل عيني، راهي سهله برشا، تنجموا تعملوا اللي تحبوا، تنجموا تعملوا اللي تحبوا تعملوا اللي تحبوا عليه. هنا باش نعمل خشم انا، وبالطبيعه باش نجيب كيردون كما تشوفوا، وبدناش نعمل سمايلي، باش نعمل تور ولا كيف هكا. وباش نبدا نزين فيها بالطبيعه، باش نعملها دور بالشوكولا بنات. انت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا اعلاك قدرا يا امام الامن. رجعتكم البنات بعد ما كملت الجاتو نتاعي. الجاتو هذه ولدي باش يهزها لليكول باش يعمل عيد ميلاده مع صحابه والمعلم نتاعو، انا حبيت نفرحو، عملت له جاتو في الدار سهله برشا. انا استعملت الكريم شانتي ليكيد اللي هذه سهله برشا، انا وريتكم، حبيت ما حبيتش نفوتكم حتى ديتاي، لكم الاختيار في التزيين وكل شيء. انا عملتها بالطريقه هذه، مازال ما جاش هو من المدرسه باش يشوفها هكايا، خاطر عملتها له سوربريز. شوفوا بالرغم استعملت الكونتيتي هذه نتاع الكريم ماهيش برشا، عملت لي الجاتو الكل وفضل لي برشا برشا لهنا. الكريم بربي الكولور راهم لي جيل استعملتهم، ما تستعملوش هذايا الكولور ليكيد، راهم بعد يهلكلكم الكريم شانتيي. ان شاء الله تكون عجبتكم، نستنى تعليقاتكم ولايكات، وما تنساوش بربي الدعم للقناه والاشتراك، ونقولكم ان شاء الله على خير، وان شاء الله في فرصه اخرى والا فيديو اخر، نقولكم الى اللقاء.